يعني التعامل مع هذه القرارات بالعنتريات، لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم مقارنة مع ما كان حاله من قبل. هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة الشعب السوداني كان مثل الشحالين، يقوم من صلاة الصبح يقف في الصفوف عشان يتحصل على جالون بنزين، واللي يقف في الصف عشان ما يلقى رغيفتين عيش يعمل بها سندوتش لأولاده ويمشي يأكل عصيدة ولا يأكل هناك. لما جاءت الحكومة دي ما كان في سكر، الشعب السوداني كان بيشرب الشاي بالجكة